اهلا بيكم وصفه جديده وجمالك دايما من الطبيعه. النهارده هنتكلم عن مشكله مهمه جدا. اول ما بنعدي سن ال 25 نبتدي نلاقي خطوط كده وتجاعيد حوالين العين ابتدت تظهر، بتعملنا مشكله نفسيه مش طبيعيه، وخصوصا البنات بتعقدنا. ما بنحبش نبص في المرايه، بنحس ان احنا بنيجي نحط ميك اب شكلنا مش حلو، في حاجه مش طبيعيه في وشنا وشكلنا. دي بتكون خطوط تعبيريه بيسموها رجل الغراب. بس احنا بقى يعني مش هنسيب اي حاجه تظهر لنا وتضايقنا وتعملنا مشاكل، لا رجل غراب ولا تجاعيد ولا خطوط تعبيريه. النهارده هقولك ازاي تعملي اقوى سيرم لعلاج التجاعيد والخطوط التعبيريه اللي بتكون حوالين العين. هي مشكله واحده بتكون سبب رئيسي في كل اللي بيحصل لنا والمشاكل اللي بتحصل لنا حوالين العين دي. ايه هي؟ ان احنا بعد سن ال 25 بيبتدي يحصل لنا نقص في الكولاجين وفي الالاستين اللي بيكون موجود في الجلد وبيغذي الجلد وبيخلي منطقه العين دي شكلها طبيعي ومشدوده وشكلها حلو. عشان كده النهارده السيرم اللي احنا هنعمله ده من اقوى الحاجات اللي بتعالج الخطوط والتجاعيد، وهي اللي بتعوض لنا نقص الكولاجين والالاستين في الجلد وبتغذي جدا جدا انسجه الجلد، علشان كده بتقضي على التجاعيد والخلايا. في حاجات مهمه جدا لازم تخلي بالك منها علشان ما يحصلكيش تجاعيد حوالين العين. اولا الترطيب، لازم ترطبي كل يوم. تاني حاجه وانت بتتعرضي للشمس لازم تكوني حاطه سان بلوك، حاجه تحمي منطقه العين من الاشعه الضاره اللي بتكون بتحصل لك من الشمس، فبالتالي بتاثر على الجلد. تالت حاجه بقى وانت بتشيلي الميك اب، دي كارثه. لازم وانت بتشيلي الميك اب يكون عندك مزيل ميك اب، سواء عاملاه في البيت جايباه من بره وتحطيه عن طريق الطبطبه كده. بلاش نقعد نكحت في منطقه العين دي وبالمناديل نشيل جامد جدا، لان ده اكتر حاجه بتعمل التهابات وتجاعيد حوالين العين. وتالت حاجه بقى السيرم الرهيب اللي احنا نعمله النهارده، اللي بجد تحسي بالنتيجه بتاعته سريعه جدا، ومن اقوى الحاجات الطبيعيه اللي بتعالج منطقه التجاعيد اللي حوالين العين. هنحط شويه اديدول كده من لبان الدكر، وطبعا ده بذر الكتان، شويه ده كولاجين طبيعي للبشره، وهنحط معاه زيت روزماري وزيت بذر الكتان، وكمان ممكن زيت اليقطين من اقوى الزيوت اللي بتعالج التجاعيد اللي حوالين العين. اول حاجه كوبايه ميه كده صغيره هننقع فيها لبان الدكر ونسيبه لحد ما يتصفى خالص وينزل كل الفيتامين اللي فيه والميه تتحول لونها ابيض زي كده اللبن. تاني حاجه بقى في ميه سخنه كده او ممكن على نار هاديه جدا ندوب بذر الكتان عشان نطلع منه الجل كده زي الجل الصبار كده اللي احنا محتاجينه عشان نعمل بيه السيرم. في علبه بقى عندك ازاز كده صغيره تعقميها كويس جدا بالكحول. نبتدي بقى نجهز السيرم. اول حاجه بقى هنحط حوالي قطرتين كبار من زيت بذر الكتان، ونحط كده قطرتين كبار من الروز الماري برضو، وبعدين نحط من زيت اليقطين. زيت اليقطين بقى من اقوى الزيوت الطبيعيه اللي بترطب جدا الجلد وسريعه الامتصاص وبتدخل لانسجه وطبقات الجلد الداخليه، فبدايه نسبه الترطيب عاليه جدا، وفي نفس الوقت انت كانك مش حاطه اي حاجه على بشرتك. نكمل بقى بقيه الوصفه كده. هناخد بقى من جل بذر الكتان اللي احنا عملناه معلقتين، طبعا بعد ما سيبناها على نار هاديه فتره، وبعد كده بناخد معلقه من ميه لبان الدكر اللي احنا عملناه. نبتدي بقى نخلطه كويس جدا لحد بقى ما يتحول ويكون شكله كده. تحطيه بقى في علبه عندك وتبتدي تستخدميه. بصي القوام بقى بتاعه خفيف ازاي وسريع الامتصاص جدا وناعم جدا. بصي ما تحاوليش، مش هتجيبي سيرم احلى من ده لمنطقه حوالين العين. تقعدي تعملي مساج حوالين منطقه العين كده من جوه لبره كده خفيف جدا بالصباع ده بالطريقه دي، هتلاقي طبعا فرق جدا بعد استخدام حوالي اسبوع كده، نتيجه هايله جدا في علاج التجاعيد والترطيب. كده عملنا اقوى سيرم لعلاج التجاعيد والهالات السوداء حوالين منطقه العين. وبجد بجد لو مشيتي على كل الحاجات اللي انا قلت لك عليها دي انسي الخطوط اللي بتظهر حوالين منطقه العين تماما. جربوا الوصفه وانا متاكده انها هتعجبكم. لو عندكم اي سؤال ابعتولي في الكومنت.